إلى سياق آخر، حيث بلغت وتيرة تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي في الجزائر نسبة 2.5% إلى غاية أوت 2019 حسب ما علم من الديوان الوطني للإحصائيات. ويمثل تطور أسعار الاستهلاك على أساس متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا ل 12 شهرا الممتد من سبتمبر 2018 إلى غاية أوت 2019. أما المتغير الشهري لأسعار الاستهلاك وهو المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك في أوت 2019 مقارنة بشهر جوان لنفس السنة فقد بلغ 1.1% وفقا لمعطيات الديوان. وبخصوص المتغير الشهري حسب فئة المنتج، ارتفعت أسعار السلع الغذائية ب 2% خلال شهر أوت الماضي مقارنة بشهر جوان.